التي تعمل وتشارك في الحفاظ وفي تثمين هذه المدينة الأثرية المهمة. من شأن الخريطة كذلك أن توضح الأهداف، أهداف كل قطاع. الجديد اليوم من خلال وضع هذه خريطة الطريق هذه هي أن تكون هناك استراتيجية عملية واضحة، زيادة التنسيق بين القطاعات. نحن نعلم وكما تعلمون أن الجزائر قدمت الكثير لهذا الملف، قدمت من ناحية المادية، قدمنا أيضا من ناحية تكريس ووضع مؤسسات تعنى بالمدينة، لكن النتائج لم تكن دائما في المستوى المطلوب. اليوم زيادة التنسيق من خلال وضع أهداف واضحة في خريطة الطريق هذه من شأنه أن يعجل ببلوغ الأهداف المرجوة. وإلى حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي، حيث حظي المتفوقون الأوائل بالجوائز الأولى في مجالات الشعر، الرواية، المسرح، الأدب، الموسيقى، السينما والرقص. نتابع التفاصيل مع باريسة جلامدة. تتويجا لمجهودات الشباب المبدع في إثراء الساحة الثقافية بأعمال فنية وإبداعية تنوعت بين المسرح والرقص والشعر والسينما، يأتي اعترافا لهم بما قدموه للساحة الثقافية الجزائرية. تم الانتقاء والاختيار على مرحلتين، مرحلة أولى هي مرحلة يعني قراءة جماعية لكل النصوص التي ولكل المشاركات التي شارك بها المبدعين، ثم شارك بها المبدعين عفوا، وثم يعني محاولة ضبط قائمة قصيرة. هذه القائمة هي التي سمحت لنا بإدراجها ضمن غربال نقدي آخر. مجالات عدة تنافس فيها العديد من الشباب، حتى الذين لم يتوجهوا مبدعين كبار، شاءت الأقدار أن يفوز هؤلاء. أنا فخورة جدا بهم، أكدت لهم كل دعم الوزارة وحرصها على وضع الشباب في أولوية الأولويات. التنوع الثقافي للجزائر كان حافزا لهؤلاء الشباب المبدع ليتنافسوا على أكبر جائزة في الجزائر لمختلف ألوان الثقافة والفن. عادت فيه الجائزة الأولى لرواية وطن مع وقف التنفيذ، كما كان لديوان الشعر نصيب تحت عنوان يترجم النار بالماء، والمسرح المكتوب بضحكات مرئية. سعيد جدا بهذا التتويج الذي يحلم به كل شاعر جزائري متوج اليوم في فئة الشعر الفصيح بالمرتبة بالجائزة الثالثة عن ديوان عذر آخر لطفل يرفض أن يكبر. أشكر وزارة الثقافة على منحنا هذا الشرف وهذه المرتبة التي نعتبرها بمثابة تحفيز لتقديم الأجود مستقبلا. إزكاء التنافسية بين الشباب المبدع في مختلف المجالات الثقافية هو إثراء للثقافة الوطنية. إلى أشغال المنتدى الوطني حول الوقاية وتسيير المخاطر الكبرى من أجل تدعيم التعاون المدني العسكري، حيث تميز اليوم الثاني والأخير بإلقاء المزيد من المحاضرات وتنظيم عدة ورشات أعقبها نقاش ثري كان ضروريا لتجديد الفهم وتحيين المقاربات المطروحة لمواكبة التحديات الناجمة عن أسباب حدوث هذه المخاطر وعواقبه الوخيمة. اللقاء والذي أشرف على افتتاحه أمس الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلص إلى جملة من التوصيات نستعرض أهمها مع زميلة إلهام عشير. توصيات المنتدى تمحورت في مجملها على ضرورة تعزيز تثقيف المواطن وتوعيته في مجال الحد من المخاطر الكبرى وتشجيع الحوار والتعاون بين الأوساط العلمية والتقنية وغيرها من الجهات المعنية وصناع القرار من أجل اتخاذ قرارات سديدة وفعالة في مجال إدارة مخاطر الكوارث وتعزيز التعاون المدني العسكري عن طريق تحسين الأطر التنظيمية وتنفيذ تمارين ميدانية، وأكد ضرورة تبني واستعمال التكنولوجيات الحديثة في تعزيز المعارف حول المخاطر وتحسين تدخلات مختلف الفاعلين وتنسيق أعمالهم من أجل تحقيق فعالية أكبر.
حيث أشرف اللواء حواس زياري رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم الاختتام بإلقاء كلمة بالمناسبة أكد فيها أن هذا المنتدى كان فرصة لتسليط الضوء على عدة جوانب متعلقة بالمخاطر الكبرى والسبل الكفيلة للوقاية منها وتخفيف أثارها. هذا المنتدى فرصة للنقاش حول موضوع يحظى بأهمية بالغة بالنسبة للعالم أجمع ولبلدنا خصوصا، حيث بت من الضروري تنظيم الآليات وقاية من الكوارث والتقليص من مخاطرها عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة اقتصادية واجتماعية وصحية وثقافية وتعليمية وبيئية وتكنولوجية وسياسية، تحول دون التعرض للأخطار وتساعد على الوقوف في وجه الكوارث وتعزيز الاستعداد للتصدي لها والتعافي منها، ومن ثم تدعم القدرة على مواجهتها. لقد تم التطرق خلال هذا المنتدى إلى عدة جوانب متعلقة بالمخاطر الكبرى، بدءا من علم إدارة المخاطر وصولا إلى الطرق تعزيز التعاون المدني العسكري في مواجهتها، وكذا مساهمة التكنولوجيات الحديثة في إدارتها، وهي الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها المنتدى. وصل ظهر أمس جثمان أسقف الجزائر السابق أنغيتسي إلى مطار هواري بومدين الدولي، وكان في استقبال الجثمان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي، ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر بول دي فارج. هذا وسيدفن اليوم جثمان بالكنيسة الصغيرة القديسة مونيك التابعة لكاتدرائية السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة. هذا وتوفي تسي في الفاتح ديسمبر الجاري عن عمر ناهز 91 عاما. نشكر ربي بما أنه أعطانا هذا الأخ الذي هو نفسه أعطى حياته لكل لكنيسته ولضمن كنيسته إلى شعبه، شعب الجزائر الذي أصبح شعبه. نشكر سلطات الجزائر التي سمحت أن ترجع جثمان أخينا هنا في هذا التراب، في هذا البلد، بلده رمز من رموز الديانة المسيحية، ولكنه أيضا رمز من رموز الوطنية الجزائرية التي قدمت السماحة وقدمت العيش المشترك وقدمت المحبة مع الجيران، فقد أحب الجزائر وأحبه الجزائريون لأنه واحد منهم، وقدم هذه رسالة التسامح ورسالة احترام الأديان واحترام المقدسات، لأنه شرب من وطن الجزائر هذا التسامح الذي عاش به الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية، وكما يفعل أيضا أئمتنا ومواطنونا في احترام الآخر وتقديم رسالة التسامح، لأن الشعب الجزائري شعب مسالم. وكان جثمان الراحل إنغيتيسي قد نقل إلى كاتدرائية ليون لإلقاء النظرة الأخيرة عليه بمسقط رأسه. المراسم جرت بحضور سفير الجزائر بفرنسا عنتر داوت. أعتقد أنه لم يمض يوم في حياة تيسي دون أن يدعو للجزائر وللجزائريين. أحب الجزائر كما أحب الجزائريين أيضا. انبهرت أيما انبهار بموقف السلطات الجزائرية التي قدمت كل التسهيلات استجابة لرغبة تيسي حتى يدفن في أرض الإسلام وأرض الجزائر. إنه لدليل على أنه ابن الجزائر. هذا
أشرف أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بحضور الوزير المنتدى بالمكلف بإصلاح المستشفيات على انطلاق أشغال يوم دراسي حول المراقبة والتدقيق في وفيات الأمهات، هذا وبتنسيق مع مكتب الجزائري لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. المتابعة لهشام بميتة. صفر وفاة أمومة بحلول عام 2030 هو هدف الجهود الجزائرية عبر إيلاء المنظومة الصحية الوطنية لاهتمام كبير لدراسة مسألة وفيات الأمهات سيما في فترة الحمل وأثناء الولادة وبعدها. تقدم المحقق في مجال صحة الأم بشكل خاص يربط تحسين ظروف متابعة الحمل والولادة، حيث 93% من النساء استفدنا من رعاية ما قبل الولادة، كما تمت 97% من الولادات في بيئة مدعومة. بالإضافة إلى تحسين التغطية من طرف أخصائيي التوليد وأمراض النساء مع توزيع أكثر توازنا لصالح الهضاب العليا وولاية الجنوب. باعتبارنا صندوق الأمم المتحدة للسكان لنا ثلاثة أهداف، ثلاثة نتائج فارقة. أحدها هو الحصول على صفر وفاة أمومة يمكن تفاديها. بالنسبة لنا أي وفاة لأم هي وفاة زائدة. نظام التصريح الإجباري وتدقيق وفيات الأمهات يحصل على الاهتمام الكامل مع تحسين نوعية التكفل والرعاية الصحية المقدمة وتوفير الهياكل الصحية اللازمة. بن بوزيد أكد بالمناسبة أن اللجنة العلمية وحدها المخولة بإطلاع الرأي العام عن تطورات الوضع الصحي. العلمية التي أترأسها والتي لم تتوانى في مواكبة الأحداث وتقديم توصيات التي لا تصدر إلا عن ممثليها القانوني. لا تصدر إلا عن ممثليها أو ممثليها القانونيين. وما يلاحظ في بعض التصريحات الفردية لا تعبر إلا عن وجهة نظرها والتي لا يمكن تصدر باجتهادات خاصة أو معزولة ولا تتحمل مسؤوليتها اللجنة العلمية. هذا وتم أمس تسجيل 591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية في حصيلة عرضها أمس بالأرقام والمؤشرات الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار. مع تسجيل 591 حالة جديدة أصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة ب 1.3 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 10 ولايات لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، لأن 20 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات و 16 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددهم 12 وفاة جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم 464 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم العدد هو 58,146 مريض، منهم 498 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عن حالة على مستوى المستشفيات عبر الوطن 44 مريض في العناية المركزة. تخليدا للذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 أشرف أمس اللواء حاج العروسي جمال قائد الناحية العسكرية الثانية على مراسم افتتاح معرض تاريخي على مستوى مركز الإعلام الإقليمي الشهيد محمد ببرناس بوهران تحت عنوان أطفال الجزائر تضحيات جسام جيل بعد جيل. تضمن هذا المعرض الذي عرف حضورا جماهيريا متميزا عدة أجنحة خصصت لإحياء الذاكرة الوطنية من خلال تسليط الضوء على المساهمة الجبارة والفعالة لأطفال
للجزائر في مختلف مراحل الكفاح، بدءا من النضال إبان الثورة التحريرية المجيدة ووصولا إلى مرحلة الاستقلال ومعركة العلم والعمل والبناء والتشييد. كما تم بهذه المناسبة عرض فيلم وثائقي يبرز أهمية هذه المحطة التاريخية والدور الهام الذي لعبه أطفال الجزائر إبان الثورة التحريرية المجيدة. في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتدعيم المنظومة الصحية الوطنية وتقديم يد العون والمساعدة والتكفلية الطبي لفائدة سكان ومواطني المناطق النائية الحدودية، تتواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 بالمناطق النائية لولاية تمن رازت والولاية المنتدبة عين قزام بالناحية العسكرية السادسة. المتابعة لنادي علمي. الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية السادسة تواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 باستعمال اختبارات الكشف السريع، حيث تم تسخير أطباء مختصين مجهزين بكل الوسائل المادية واللوجستية الضرورية والكفيلة بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان المناطق المعزولة والبدو الرحل على مستوى منطقة الحاج بويا جنوب الولاية المنتدبة عين قزام وقرى إزرنان تغموت وتقرفاست التابعة لولاية تمن راست. المواطنون استحسنوا مثل هذه المبادرات التي يقدمها لهم أفراد الجيش الوطني الشعبي. أراهم يجونا يديروا الدواء يديروا كلش إياك بالأمن وكلش ترانكيل خيرك يا رب العالمين. يعطيهم العافية كفر خيرهم يعمرهم تحيا دولتنا الجزائر. الجيش الشعبي الوطني أعطانا الدوية أعطانا البراري والشيوخ والنساء في الدولة الجزائرية دولتنا الجزائر الجيش الشعبي الوطني. الجدير بالذكر أن العملية متواصلة لتشمل جميع المواطنين القاطنين بالمناطق الحدودية المعزولة. تحيي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالشراكة مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر تحيي اليوم الدولي لمكافحة الفساد من خلال تنظيم لقاء تحت عنوان الشبكة الوطنية للنزاهة آلية لدعم المجتمع المدني. وعشية إحياء المناسبة نقف عند جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر، من بينها إنشاء شبكة وطنية للنزاهة من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بيا بالخير. على غرار دول العالم الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحيي الجزائر هذا اليوم من خلال إفصاح الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على معالم برنامج الشبكة الوطنية للنزاهة، والتي تكون مهمتها التحسيس بمخاطر الفساد في المجتمع والتبليغ عن الخروقات والتجاوزات. الشبكة الوطنية للنزاهة سيخلق فضاء للمجتمع المدني للتواصل وللتحاور وتأطير جميع الأعمال والبرامج التي تهدف للتوعية والتحسيس ونشر ثقافة نبذ الفساد. وتعد دستارة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تأكيدا على إرادة الجزائر في مكافحة الفساد ومجابهة هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني، لكن ما هي الآليات والميكانيزمات الواجب اتباعها لكبح الفساد فعليا؟ ستعمل الهيئة بكل الطرق القانونية المتاحة وفي إطار مؤسساتي لتوفير كل حماية لهؤلاء المبلغين. وفي انتظار تحضير النصوص القانونية لتحديد صلاحيات ومهام وتشكيلة هذه السلطة المستحدثة في الدستور الجديد، لا يبقى على المجتمع المدني سوى القيام بدوره التوعوي والرقابي، وبالتالي استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسساته، لأن مكافحة الفساد تنطلق من القاعدة. أدانت محكمة تيبازا أمس ابتدائيا حضوريا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية منح مزايا لعائلة المدير العام
للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل، كما حكمت المحكمة في القضية ذاتها بغرامة مالية مقدرة بمليون دينار بالإضافة إلى 10 ملايين دينار جزائري كتعويض المادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة، مع منعه من تولي منصب سام أو الترشح لمنصب سياسي لمدة 5 سنوات بعد نفاذ عقوبته. كما حكمت المحكمة ب4 سنوات في قضية مشابهة تتعلق بعائلة محي الدين تحكوت، مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة. أما فيما يتعلق بقضايا الفساد مع الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، فقد التمس ممثل النيابة بمحكمة تيبازا 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار في حق والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، على أن يصدر الحكم يوم 29 ديسمبر. كما التمس ممثل الحق العام مصادرة جميع أملاك المتهم وإيداعه الحبس خلال الجلسة، مبررا أن الوقائع تشكل فسادا وخسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي، وخسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية، ما يثبت أنها ملفات جزائية ناجمة عن نية إجرامية ونية فساد. نتحول الآن إلى أحوال الطقس، حيث شهدت عدة ولايات من الوطن أمطارا غزيرة تجاوزت 50 ملم محليا، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد، وهذا إلى غاية 11 من ليلة أمس. النشرية مست ولايات الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزول، بويرة، المدية، تيبازا، شلف، عين الدفلة وولاية سمسيلتا. الأمطار ستمس إلى غاية الساعة 6 صباحا ولايات بجاية، جيجل، سكيكدا، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، وهران، عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس وتلمسان. دوليا الآن، وفي ملف الصحراء، أو قبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، في الشأن الصحراوي، أعلنت أمس في بيان عسكري رقم 26 أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها مستهدفة قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي خلف الجدار العسكري بمنطقة القرقرات. وشملت الهجمات عدة مواقع على غرار منطقة ودي أم الركبة بقطاع المحبس وقواعد جنود الاحتلال في الروس، وديات شديدة بقطاع الفريسة، وأم تقن في قطاع البكاري، وشمال الغرب إحرجت ديريت بقطاع الحوزة. كما استهدف قصف عنيف تمركزات العدو في كل من منطقة أعظيم أم جلود بقطاع أسرد، منطقة روس فدرة أبروك بقطاع حوزة، منطقة روس الصبيتي بقطاع المحبس، ومنطقة أزملوت أم خملة بقطاع أم دريقة، وعدة مناطق أخرى. وستستمر الهجمات المركزة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي ليومها 26 على التوالي، مكبدة قوات الاحتلال المغربي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الدل والعار. ودائما في ملف الصحرائية الغربية، فندت حكومة جنوب إفريقيا بشدة الأخبار المزيفة التي نشرها موقع فرانس 24 نيوز، كانت وكالة الأنباء المغربية بثتها في وقت سابق، والتي نسبت إلى الرئيس سيريل رامافوزا والمتعلقة بموقف بريتوريا من مسألة الصحراء الغربية، حيث أصدرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا أمس بيانا أكدت فيه أن حكومة جنوب إفريقيا تعارض بشدة هذه الأخبار الكاذبة، وتؤكد أن المعلومات التي نشرتها فرانس 24 نيوز خاطئة تماما وتشوه بشكل أساسي القرار الذي تم اتخاذه في القمة الاستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي حول موضوع إسكات البنادق، والتي عقدت أول أمس عبر نظام التحاضر عن بعد. وجددت الوزارة في بيانها دعمها الكامل لحق تقرير المصير أو مصير الشعب الصحراوي، وهو موقف أكدت أنه لا يتزعزع، مبرزة مرة أخرى أن إفريقيا لن تكون حرة ما دامت إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تخضع للقهر
والاستعمار. وتضمن البيان أيضا تأييد جنوب إفريقيا لجميع مبادرات السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة بهدف حل نزاع الصحراء الغربية، مشيرا إلى القلق العميق الذي تم إبداؤه أثناء القمة الاستثنائية الأخيرة حول إسكات البنادق إزاء تصاعد التوترات العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في القرقرات. كما تم التذكير بأن القمة الإفريقية دعت مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى العمل بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة من بروتوكوله على إشراك البلدين العضوين في الاتحاد الإفريقي لمعالجة الوضع وتهيئة الظروف لتقرير مصير الشعب الصحرائي الغربية بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة والأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وكذا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية. والآن نتحول إلى مستجدات فيروس كورونا عبر العالم، حيث شرعت بريطانيا أمس في حملة تلقيح لمواطنيها من خلال لقاح فايزر بيوتينك لتصبح أول دولة تستخدم هذا اللقاح في العالم، فيما بدأت روسيا هي الأخرى في استعمال لقاح سبوتنيك منذ يومين، وذلك بتلقيح الفئات الأكثر عرضة للفيروس كالعاملين في القطاع الصحة والمعلمين والعاملين في القطاعات الاجتماعية، لتنطلق بعد ذلك حملة لتلقيح الراغبين في ذلك. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن بعض الدول بدأت تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا الفتاك هو بمثابة خطوة تعطي بارقة أمل في أن تصبح نهاية الجائحة حقيقة في المستقبل القريب، ونتمنى ذلك. وبهذا الخبر نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة والوفاء، أطيب المنى وليلة هادئة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انخفض الضغط الجوي على حوض البحر المتوسط، طبعا سيبقى يسمح لتسرب سلسلة من الاضطرابات الجوية على مناطقنا الشمالية. ومصلحة الأرصاد الجوية وضعت تنبيه من الدرجة الثانية خلال نهار اليوم تعلن فيه عن هبوب رياح قوية إلى غاية فجر يوم الغد بحول الله على كل المناطق الشمالية الغربية، أصولا إلى بعض السواحل الوسطى وأيضا الشرقية، مرفوقة أيضا بتساقط لأمطار تكون معتبرة إلى غاية فجر يوم الغد على أغلب المناطق الشمالية الوسطى وتمتد حتى على السواحل الشرقية وصولا إلى غاية سكيكدا. طبعا حتى بعض المناطق الداخلية الشرقية ستعرف هبوب الرياح لكنها ستكون أقل شدة مقارنة بالمناطق الغربية. وعليه خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما أجواء غير مستقرة باردة أيضا. إذن خلال صبيحة الغد احتمال لتساقط بعض الأمطار نحو المناطق الغربية، لكن هناك تحسن خلال الظهيرة بإذن الله. المناطق الوسطى والشرقية تبقى تشهد طقس غير مستقر مرفوق أحيانا بزخات من الأمطار الرعدية حتى بحبات البرد. الثلوج أيضا على القمم التي يتراوح لها بين 900 إلى غاية 1200 متر، وهذا على المرتفعات الوسطى والشرقية. السحب السفلى تبقى دائما تمتد وتنتشر نحو شمال الصحراء والواحات، وأجواء مشمسة بالجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب. الحرارة نتيجة لتسرب البرد خلال ليلة اليوم وأيضا تساقط للثلوج على القمم، إذن درجة الحرارة ستبقى منخفضة على المناطق الداخلية درجة واحدة تحت الصفر بباتنا،
درجة واحدة بكل من تيارة الجلفة وقسنطينة، 7 إلى 9 درجات بسواحل، لن تتعدى 8 درجات بشمال الصحراء، 6 فقط بوسط الصحراء، وترتفع إلى غاية 18 درجة ببرج برج مختار وعين قزام. فيما يخص ظهيرة الغد، الأجواء ستبقى باردة على كل المناطق الشمالية. مقاييس